فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. سبق معنا في الحلقة السالفة قول المؤلف رحمه الله تعالى: فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهم كقوله سبحانه: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز أن نجمع بين أعياد المشركين وأعياد المسلمين، فنجعل الجميع محلا للفرح والسرور، بل نقتصر على عيدي المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدلكم بهما، أبدلكم، فلا يجمع بين البدل والمبدل، فينتقل المسلمون من أعياد الكفار وأعياد المشركين ويغادرون ذلك مغادرة تامة إلى أعياد المسلمين التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، عيد الفطر وعيد الأضحى. وليس للمسلمين أن يحدثوا أعيادا أخرى ويقولون هذه أعياد إسلامية أو مناسبات إسلامية، بل يقتصرون على العيدين، لأن هذا تشريع، لأن إذا جعل زيادة أعياد فهذا تشريع وزيادة في الشرع، فيكون هذا من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عداوة إبليس لبني آدم وذكر فعله مع أبيهم آدم عليه السلام، قال: أفتتخذونه، أي إبليس أو الشيطان، وذريته أولياء من دوني، تتولونهم وتصادقونهم وتطيعونهم وهم لكم عدو. الله بين عداوتهم لبني آدم من أصل عداوة أبيهم عليه السلام، فهم عدو، لا تزال عداوتهم مستمرة، فلا يجوز للعاقل أن يتخذ عدوه صديقا أو مبغضه محبا، لأن عدوه لا يألو جهدا في الإضرار به، وإن تظاهر له بالمواخاة والموافقة نفاقا وتملقا إلا أنه يبطن الشر. فتتخذونه وذريته، أي إبليس وجنوده، أولياء من دوني، تطيعونهم تحبونهم وهم لكم عدو. هذا تنبيه على وجوب العداوة لهم، وهم لكم عدو، ما دام انه عدو فاتخذوه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا محل الشاهد من الآية، بئس للظالمين بدلا. فكما أن الله أبدلنا بعيدي المشركين، عيدين إسلاميين، فلا يجوز أن نتخذ المبدل ونجعله مع البدل، بل نقتصر على البدل، فنحن نوالي الله ونتخذ الله وليا وعباده المؤمنين أولياء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فهم أولياؤنا، فنكتفي بولاية الله ورسوله والمؤمنين عن ولاية الشيطان وأعوانه، ولا نجمع بين هذا وهذا. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. التبديل يقتضي الانتقال من شيء إلى شيء، فالله بدل قوم سبأ بجنتيهم الطيبتين المثمرتين لما لم يشكروا نعمة الله،
بجنتين ذواتي أكل خمط، يعني شيء شاق ومتعب، وأثل طرفة ما فيها فائدة، وشيء من سدر قليل. الشيء الطيب قال شيء من سدر قليل، فالطيب ما فيه منه إلا القليل، والكثير متعب ولا فائدة فيه. فهذا بدل، هذه الجنة، هاتين الجنتين بدلا من الجنتين الطيبتين. فهذا مثل عيد الكفار وعيد المسلمين، فعيد المسلمين طيب وعيد الكفار سيء، فكيف نرضى بعيد الكفار وهو سيء ونقلنا الله منه لخبثه وشره وننتقل نرجع إليه مرة ثانية؟ هذا من العجب. نعم. وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم، اليهود لما قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأمرهم أن يسجدوا لله عز وجل عند دخولهم، وأن يستغفروا ويقولوا حطة، هي حطة عنا ذنوبنا، فهم بدلوا الفعل فدخلوا على يحبون على أستاههم بدل السجود لم يسجدوا، وبدلوا قول حطة بحنطة، زادوا النون يعني حبة حنطة لأنهم يحبون الأكل، بدلوا الاستغفار بقول حنطة. فهذا معنى قوله جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهذا من التبديل، فكوننا ننتقل من عيد الإسلام إلى عيد الشرك هذا من التبديل الذي ذم الله فاعله وتوعده. نعم. وقوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نعم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فتأخذ الخبيث وتترك الطيب من المكاسب والمطاعم، لأن هذا في معرض النهي عن أكل أموال اليتامى، فأكل أموال اليتامى خبيث لأنه حرام، وتتركون أموالكم الطيبة وتأكلون من أموال اليتامى، فهذا من استبدال الخبيث بالطيب، فالباء تدخل على المتروك دائما. فهذا من باب أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. نعم. ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. نعم، كل هذا يدل على أن أعياد المسلمين أنها طيبة، وأنها مثل الجنتين الطيبتين في قصة سبأ، ومثل تبديل اليهود للكلام من كلام إلى كلام آخر ومن فعل إلى فعل آخر، ومن مثل المنازل في القبور، فإن الله يبدل المسلم منزلا من الجنة بدلا من منزله في النار، والعكس يبدل أهل النار من منازلهم في الجنة منازل في النار. فالله جل وعلا إذا أبدل من شيء فإنه لا يبدل إلا من خير إلى شر أو من شر إلى خير. وعلى كل حال فلا يجوز للرجوع للبدل السيء وترك البدل الطيب والحسن، ومن ذلك أعياد المسلمين فإنها طيبة ويجب الاقتصار عليها ولا يجوز الرجوع إلى أعياد المشركين. نعم. أحسن الله عليكم. وقول عمر رضي الله عنه للبيد رضي الله عنه ما فعل شعرك؟ قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا كثير في الكلام. نعم، لبيد بن ربيعة العامري رحمه رضي الله عنه هذا من فضلاء الصحابة، وكان شاعرا في الجاهلية فحلا من الفحول، وله معلقة من المعلقات المعروفة، فلما أسلم ترك الشعر رضي الله عنه وأقبل على تلاوة القرآن، ولذلك لما سئل عن شعره في الجاهلية قال أبدلني الله به سورة البقرة وآل عمران رضي الله عنه. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. نعم، هذه الأمثلة التي سبقت جاءت نتيجة ذكرها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في العيدين عيدي الجاهلية
إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. فلا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد المشركين وأعياد المسلمين ويقولون كلها أعياد كلها فرح وسرور، فهذا لا يجوز أبدا، لأن هذا جمع بين البدل والمبدل، وجمع بين ما نهى الله عنه وبين ما أمر الله به. نعم.